من بين كل المرافق والقطاعات التي شهدت عودة للنشاط بعد الإغلاق الذي فرضه كورونا، سجلت المساجد العلامة الكاملة في الالتزام بالبروتوكولات الصحية، ما يرفع من سقف المطالب بفتح عدد آخر من بيوت الله. الفتح تدريجي للمساجد بحيث يشهد الجميع بالالتزام الصارم للمصلين بكل إجراءات الوقاية والسلامة المنصوص عليها. لأن هذا النجاح طبعا هو يسير اللعاب ماشي لفتح باب توسيع فتح المساجد، وإنما يسير اللعاب للفتح الكلي للمساجد. الآن هذا النجاح تاع الفتح التدريجي الآن يسمح لنا باش نرفع أصواتنا باللي لازم نحلوا كل المساجد فتحا كليا الجمعة بالصبح. ثلاث نقاط أساسية وأخرى يمكن أخذها بعين الاعتبار لمباشرة فتح جزء آخر من المساجد المتبقية. معناها اليوم احنا ننتظر أن تقدم السلطة على الفتح الكلي من خلال ثلاث خطوات. الخطوة الأولى وهي فتح بقية المساجد اللي لم تفتح في المرحلة الأولى، علاش؟ تعميما للخير وتخفيفا من الاكتظاظ في بعض المساجد اللي راح لها أو صار لها نزوح تاع مصلين. الخطوة الثانية تغيير أوقات الحجر بحيث يمكن للمصلين أن يؤدوا صلاة الصبح، وصلاة الصبح راهي في الآن هي 5:45، ماهوش وقت الازدحام ولا وقت فيه انتشار وباء. والخطوة الثالثة وهي فتح الجمعة، لأن الجمعة راهي من أوجب الواجبات، وخطاب الجمعة وصلاة الجمعة له التأثير على توجيه الناس. بعد الفتح التدريجي للكثير من الأنشطة والمرافق، قد يتسلل إلى تفكير البعض بأن الوباء انجلى وانحصر، وهو أمر خاطئ قد يكون سببا في تأزم الوضع من جديد. لذلك وجب التنبيه إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية.